نتكلم عن الفصل الاول مثلا ندي مثلا مثال للمشاهد عشان نوريه انت قد ايه برضو كنت مهتمه بالست من وهي صغيره من وهي التغذيه السليمه والفصل الاول واللي هو مرحله الطفوله تغذيه البنت ويعني اللي اتغذت اتغذت خلاص وكبرت دي موضوع خلاص عدى عنده <applause> عندها ولا بس اللي بقى بقى يتز... عندها بقى بنت تقدر تنقذ الموقف دلوقتي وتقدر ان هي ازاي تغذيها مظبوط وتغذيها صحيا ونفسيا مظبوط اوكي البنات اولا آه بتكون بكي او يعني تنكه في اختيار الاكل عن الولاد يعني الولد ممكن يحب ان هو يجرب البنت قبل ما تجرب تقول لك طعمه ايه عايز اشم ريحته انت عاملاه من ايه يا مامي كده فمهم قوي للبنت ان انت تشاركيها من اول يوم وانت داخله في المطبخ تعالي احنا هنعمل مع بعض كده م. لان الطفل الانتقائي بيكون صعب قوي في الاكل وبتكون عنده حاجات ما بيقدرش ان هو يغيرها والبنات بتكون اكتر من الولاد في الموضوع ده فعلشان ان انت تساعديها ان هي تاكل دخليها معاكي خليها تختار الحاجه وتعملها هي حتى لو انت هتحطي عليها اضافات بعد كده آه. دي اهم نصيحه أوكي. الحاجه الثانيه حافظي جدا 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 ان انتي تاكلي بنتك الخضار والفاكهه دول عناصر مهمه فيتامينات ومعادن الجسم محتاجهم وهم في مرحله نمو ومحتاجينها البروتين شيء اساسي ان انا لازم ناكل البروتين وناكل الزبادي وناكل كده طب. ما بحبش اكل البيض كبروتين تعالي احطهولك في وصفه بان تعالي نظبطه مع بعض آه. لازم ان انا اشارك البنت معايا علشان البنات انتقائيه اكتر من الولاد طب والولاد الولاد ب... غالبا أغلب المشاكل الأكل عند الولاد ان هو عدم استساغة الطعم لكن هو بيبقى عنده الفضول يعنى بيبقى عنده ال... ان هو يجرب آه. عادى ممكن ياكل البنت لقى انتقائيه فلوني في الاشكال، حطي حاجات مختلفه، شاركيها قولي لها كذا وكذا. اه اوكي، طب وبالنسبه للحلويات ما احنا بنتكلم عن اطفال برضو حلو. الطفله دي محتاجه شوكولاته، محتاجه كراميل، محتاجه يعني شويه برضو سكر، هتمنعي السكر؟ عايز عايزه تأذي بنتك او ابنك اديله سكر. اوف. عايز تأذيه وتدمره صحيا وجسديا ونفسيا اديله سكر. م. انا ما بقولش امنع، انا بقول قنن. احنا هننزل السوبر ماركت في الويك اند. هاتي حاجه او اتنين النهارده كلتي ايس كريم يبقى بالتالي انا اسف مش هقدر أجيبلك لك النهارده انت اكلت شيبس ايه رايك بدل ده ناخد فشار انت بتحب الحلويات الشوكولاتات المربات الحاجات دي ايه رايك نعمل مع بعض شوكولاته صحيه في البيت احنا نعملها هاتيها وأعمليها مع بنتك أو ابنك بطرق صحية في أكتر من طرق صحية ممكن تعمل فيها أنا بتكلم عن الحاجات اللي بتتجاب من السوبر ماركت لأ دي موجة واحدة في الأسبوع وأكتر وأغلب المشاهير في جميع أنحاء العالم اللي عندهم ولاد بيعملوا كده وخصوصا الرياضيين منهم اللي دخلوا في مجال الرياضة مستحيل يدي لولاده سكر فحته السكر دي من الحاجات المهمه جدا عندنا مصادر طبيعيه للسكر ممكن ان انا اقدمها لهم الفواكه فيها نسبه سكر حلوه جدا ممكن احنا نعمل ايس كريم في البيت احنا في الصيف دلوقتي نجيب الفراوله ونقطعها ونحط عليها زبادي وعسل ونعملها ايس كريم وندخلها الفريزر في بدايل كتيرة جدا للسكر ممكن احنا ناخدها حابين نحل الاكل عندنا الميبل سيرب عندنا دبس الطمر عندنا العسل الابيض العسل الابيض آه. العسل الاسود كل دي بدايل للسكر صحيح. ممكن احنا نديها للولاد بديل تماما عن الحلويات اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت لان اكبر من نفعها والاهم م. بقى من كده ان الحلويات دي بتعلي عند الاطفال هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول فانت تلاقي الطفل من ده اخذ الشوكولاته من السوبر ماركت او اخذ الكوتون كاندي او البتاع وبيتشقلب على السرير بينط م. بيقف على ايديه ليه م. هايبر طاقه مدياله طاقه أيوه. وبعدين يرجع تاني يعيط ويكتئب فبتعلي عندهم مؤشر السكر بنسبه عاليه وبعد كده يحسوا ان طاقتهم قلت فبتدخلي في دوامه كبيره قوي مع الاطفال